الآن 19 من الحدث. التاسعة عشرة بدأت مشاهدينا، وفي عناوينها: محادثات غزة تعود ولكن بشروط، ومسؤولة أممية تتساءل من يوقف جنون إسرائيل. على وقع الخلافات المشتعلة في إسرائيل، جندي إسرائيلي يتمرد على قائده. والعطاء يكشف للحدث البرهان سيلغي الوثيقة الدستورية، وقاعدة عسكرية لروسيا على البحر الأحمر. طائرات روسية في جربة، وحديث عن فاغنر، هل تغير تونس بوصلتها باتجاه الشرق؟ جليلي وقلباف وظريف وأيضا نجاة، بورصة مرشحي الرئاسة تشتعل في إيران. بكم مشاهدينا. رغم صدور أمر عن محكمة العدل الدولية بالوقف الفوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح في إطار قضية أوسع تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في حربها على غزة، رغم ذلك وسع الجيش الإسرائيلي توغله البري في رفح ودفع بآلياته إلى مخيم بنا جنوب وسط مدينة رفح، فيما شن الطيران الإسرائيلي سلسلة غارات عنيفة على مخيم الشابورة وسط رفح، ما أدى إلى تدمير عدد كبير من المنازل والطرقات وشبكة الصرف الصحي والمياه بالمخيم. لا يتوقف الأمر عند رفح، إسرائيل تواصل عملياتها العسكرية في القطاع شمالا وجنوبا تحت غطاء ناري كثيف، رفع حصيلة الضحايا الفلسطينيين لنحو 36 ألف قتيل وأكثر من 80 ألف جريح، ومن قصف لمدرسة تؤوي نازحين في الشمال إلى غارات على أحياء النصر والشجاعية والصبرة والزيتون والدرج في مدينة غزة التي لم يبقى بها مشفى، لا يزال يعمل باستثناء مستشفى المعمداني الوحيد الذي يعمل في غزة وشمال القطاع، الذي يشهد أيضا عملية عسكرية إسرائيلية في مخيم جباليا. وفي تطور سياسي قد يعيد فتح الباب للتفاوض على وقف لإطلاق النار وتبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل، قال مسؤول إسرائيلي إن المفاوضات ستستأنف من جديد الأسبوع المقبل، وذلك بعد أن عاد رئيس الموساد الإسرائيلي ديفيد برنياع من اجتماع في باريس التقى خلاله رئيس المخابرات المركزية الأمريكية ورئيس الوزراء القطري، وناقش الثلاثة بناء ما وصفوه ببنية تحتية تسمح بالتقدم لبدء مفاوضات إطلاق سراح الأسرى. ووفق مسؤولين إسرائيليين، تقرر استئناف المفاوضات بناء على مقترحات جديدة بقيادة الوسطاء
مصر وقطر وبمشاركة نشطة من الولايات المتحدة. من جهتها قالت هيئة البث الإسرائيلية إن استئناف مفاوضات تبادل الأسرى سيتم وفق مقترح جديد قدمته إسرائيل لمدير المخابرات الأمريكية، يتضمن حلولا ممكنة كانت محل خلاف في جولات المباحثات السابقة، في الوقت الذي نقلت فيه وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤولين بحكومة نتنياهو أن إسرائيل مستعدة لبحث هدوء متواصل في غزة، لكن الفجوات بين المواقف لا تزال كبيرة. قرار استئناف التفاوض لم يأتي فجأة، بل سبقته تطورات جرت خلف أبواب مجلس الحرب الإسرائيلي. ففي وقت سابق من هذا الأسبوع قرر مجلس إدارة الحرب توسيع تفويض فريق التفاوض بشأن صفقة تبادل الأسرى المحتملة، وكان هناك شبه إجماع بين القادة العسكريين والسياسيين على وجوب تحرير فريق إدارة المفاوضات من القيود حتى يحاول تحقيق اختراق. وقالت مصادر إسرائيلية مطلعة إن فريق التفاوض حصل على الأدوات التي يحتاجها وتم منحه مساحة للتحرك، لكن على أي حال لم يتم توسيع التفويض الممنوح له كما طلب، وتم اشتراط أن يرسل الوفد مطالب حماس التي من المفترض أن يتفاوضوا بشأنها قبل أن يقرروا. وذكرت المصادر أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حضر الاجتماع بموقف حازم، مفاده أنه لا ينبغي تمديد المفاوضات، ولكن عندما رأى أن أمامه إجماع شبه كامل اضطر لقبول التفاوض. وتزعم المصادر أن بث فيديو اختطاف المجندات الإسرائيليات في التلفزيون الرسمي الأسبوع الماضي أدى إلى تخفيف حدة معارضة نتنياهو لتجديد الاتصالات بشأن الصفقة. تنضم إلينا من تل أبيب مراسلة الحدث لانا كولغاسي. أهلا وسهلا بك لانا. تضعين في صورة هذه المظاهرات المستمرة والمتجددة كل سبت، ولكن ما زخمها هذه المرة؟ أهلا بك. نعم، بالحقيقة نحن الآن نتواجد وسط تل أبيب، تحديدا أمام وزارة الدفاع الإسرائيلية كالمعتاد، من حيث يتوافد الآلاف من الإسرائيليين ويتظاهرون ليطالبوا بإعادة الأسرى الإسرائيليين من خلال صفقة لتبادل الأسرى ووقف فوري للعمليات العسكرية تحديدا في رفح جنوب قطاع غزة وأيضا جميع المناطق بالحقيقة، وثانيا يطالبون بإسقاط هذه الحكومة والذهاب إلى انتخابات مبكرة. الآلاف كما ترين الآن هم يعني يحتفون بضرورة التوجه إلى صفقة لتبادل الأسرى ويطالبون أيضا بإسقاط هذه الحكومة ويتهمونها هي من تفشل بإدارة الحرب وتفشل بإنهاء القدرات العسكرية لدى حركة حماس وحتى إعادة الأسرى الإسرائيليين أحياء لإسرائيل. ولكن بالرغم من إعلان إسرائيل صباح اليوم أو ظهر اليوم باستئناف المفاوضات الأسبوع القادم، هذا لم يمنع الإسرائيليين من تجديد هذه التظاهرات والخروج في تل أبيب، وحتى هم قبل قليل كانوا يعني يعلنون بأنهم يريدون أيضا التواجد ليس فقط أيام السبت مساء إنما طيلة أيام الأسبوع. وهذا ربما تطور لافت أن يكون التظاهرات أو تكون التظاهرات ليس فقط يوم السبت وهو يوم العطلة الأسبوعية في إسرائيل، إنما أيضا في جميع أيام
الأسبوع. طيب لانا، ماذا عن طبيعة تحركات المتظاهرين؟ هل يتواجدون أمام مبنى وزارة الدفاع فحسب أم هناك أيضا مظاهرات منتشرة غير مدينة تل أبيب؟ بالحقيقة المظاهرات الرئيسة هي في تل أبيب، من هنا من حيث نحن نتواجد أمام وزارة الدفاع الإسرائيلية. يعني هناك إغلاق لبعض الطرق الرئيسة وسط تل أبيب، إضافة إلى ذلك هناك عدد من التظاهرات التي تكون أيضا في بعض المناطق مثل حيفا، مثل القدس أمام الكنيسة الإسرائيلية. في الأشهر الماضية كانت هناك أيضا عدد من المظاهرات في مناطق مختلفة، مذيعين وعدد من المستوطنات الأخرى سواء في الوسط أو حتى في بعض المناطق الشمالية. وبالتالي هناك أعداد متفرقة من الإسرائيليين الذين يشاركون في مناطق مختلفة وسط البلاد والشمال وأيضا في بعض المناطق الجنوبية. طيب لانا، هذا بالنسبة للمظاهرات، ولكن ماذا عن استئناف المفاوضات بشأن هدنة وصفقة لتبادل الأسرى؟ هل هناك إجماع تحت قبة مجلس الحرب لحد اللحظة؟ ما الذي يثار إسرائيليا حول ذلك؟ يعني حقيقة هناك جلسة لمجلس الحرب من المقرر أن تكون غدا، تم الإعلان عنها مساء اليوم للتطرق إلى موضوع المفاوضات وآخر التطورات، خاصة بعد الإعلان الإسرائيلي الذي فوجئ به الجميع، وخاصة الولايات المتحدة تحدثت عن مصادر خاصة بأن الولايات المتحدة لم تتوقع من إسرائيل أن تستأنف هذه المفاوضات في مثل هذا الوقت الحساس، خاصة بأننا نتحدث أن إسرائيل ما زالت معنية باستكمال العمليات العسكرية في رفح وبعض المناطق في الوسط وحتى شمال قطاع غزة. نعم، أشكرك من تل أبيب مراسلة الحدث لانا كولغاسي. وفي تطور لافت أيضا، قرر الجيش الإسرائيلي فتح تحقيق عقب انتشار مقطع فيديو لأحد جنود الجيش، جيش الاحتياط، يعلن دعمه المطلق لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ويدعو للتمرد على وزير الدفاع ورئيس الأركان الجندي. كان أكد في الفيديو أن جنود الاحتياط لن تسلم مفاتيح غزة لأي سلطة فلسطينية أو كيان من حماس أو فتح أو أي كيان عربي آخر، معتبرا أن غالنت وهاليفي غير قادرين على تحقيق الانتصار في الحرب وأن جنود الاحتياط لن تستمر. دكتور أحمد الشحات، أستاذ العلوم السياسية والمختص في الأمن الإقليمي والدولي من القدس، المحلل السياسي إلي نيسان، أهلا وسهلا بكما. أبدأ مع ضيفي من القاهرة دكتور أحمد. بأي شكل عادت المفاوضات هذه المرة، وكيف ستستأنف في الوقت الذي تتحدث فيه أو تحشد فيه إسرائيل قواتها جويا وبريا نحو رفح؟ أولا مساء الخير على حضرتك وعلى سادة المشاهدين. أرى أن يعني رئيس الوزراء نتنياهو يتحرك في مسارين متوازيين، المسار السياسي باستئناف المفاوضات للجولة على ما أعتقد العاشرة، بالتوازي يوسع من عملياته العسكرية، وهذا نهج متكرر في كافة مراحل المفاوضات قبل الإعلان عن استئنافها، لابد أن يوسع من عملياته العسكرية ويتحرك بشكل هستيري هو وجيشه في اتجاهات مختلفة لتحقيق يعني مكاسب عملياتية على الأرض من وجهة نظره تفيده أو تكون ورقة ضغط خلال المفاوضات لتحقيق أكبر نجاحات فيها على طاولة المفاوضات بشكل أساسي. إنما من وجهة نظري هو يتحرك في إطار عنوان رئيسي وهو الفشل الاستراتيجي، لأنه حتى هذه اللحظة لم يحقق أهدافه من بداية العملية حتى الآن. على المستوى الداخلي هناك انقسامات على مستوى مجلس الحرب وحكومته، حتى في الداخل الإسرائيلي في المجتمع الإسرائيلي بدأ نسبة رفضه تتزايد على المجتمع الدولي، كما نرى هناك دول أصبحت تؤيد أو تعترف بالدولة الفلسطينية، هناك محكمة دولية، محاكم الدولية سواء العدل أو الجنائية كما نرى بدأت تأخذ مواقف إيجابية بغض النظر
النظر عن مدى فعاليتها. هناك تخبط مع الولايات المتحدة الأمريكية، هناك شعوب أوروبية بدأت تفضح إسرائيل في نهجها العدائي في الداخل الفلسطيني. استمرار الحرب وإطالة أمدها لهذه المرحلة أصبحت مستفزة بشكل كبير للمجتمع الدولي. طيب. فأصبح هناك اختيار للضرورة يعني في هذا الإطار، أن لابد أن يتحرك في الإطار الذي يحقق له أولوية يعني أو يهدئ الشارع الإسرائيلي باستئناف المفاوضات بشكل فعل هذه المرة. طيب سيد إيلي، في التقارير الإسرائيلية وردت بأنه سيتم بحث لحلول نقاط خلافية كانت عرقلت المفاوضات في وقت سابق. ما هذه النقاط التي يمكن حلها من الجانب الإسرائيلي، وما الذي جعله يتنازل؟ يعني حتى الجانب الأمريكي تفاجأ بالخطوة. أولا كما رأينا وكما بدتم قبل قليل المظاهرات التي شهدناها ولا نزال نشهدها ليس في تل أبيب وإنما أيضا في كسرية محل إقامة رئيس الوزراء وفي أورشليم القدس، وهذه الأمور تأتي لسببين. أولا بعد عثور أو إعادة ثلاث جثث التي الناطق بلسان الجيش أقر بأنه تم العثور على ثلاثة جثث، وثانيا الشريط التي بت هذا الأسبوع وطوله أكثر من ثلاثة دقائق ويسرد كيف عناصر من حركة حماس يتنكلون بمجندات إسرائيليات، وحتى تحدثوا عن إمكانية اغتصاب هذه المجندات. صحيح أن هناك ضغط من قبل أبناء العائلات وضغط أيضا من قبل مجلس الحرب، والذي هناك أعضاء مثل غانس ومثل أيزنكوت وآخرين وحتى أدرع الأمن الذين يؤيدون إمكانية المضي قدما في المحادثات لإنقاذ المجندات وإنقاذ المسنين والنساء والأطفال الذين هم بقبضة حركة حماس. من الأشياء التي وافقت عليها إسرائيل للمضي قدما، على سبيل المثال في الماضي إسرائيل تمسكت بعدد 40 من المخطوفين وهم يكونوا أحياء على قيد الحياة، ثم هذا العدد انخفض إلى 33، وإسرائيل طلبت أن تكون أيضا في أن يكون هؤلاء على قيد الحياة. الآن إسرائيل مستعدة أن العدد سيكون أقل من 33 وربما وتتسلم معهم الجثث؟ أم هي لازالت تصر على نقطة أحياء على قيد الحياة؟ لم يكونوا على كل على قيد الحياة، ولكن الشرط هو عندما كان في البداية أن تكون الهدنة لمدة 6 أسابيع. طبعا الهدنة ستقتصر بهذا الموضوع إذا لم يكونوا 33 أو أقل من 33 على قيد الحياة. وأنتم تطرقتم إلى الحرب في الشمال وفي منطقة رفح. هناك سببان لهذا الحرب. أولا في منطقة جباليا هناك القوات تقوم وتواصل تمشي. طيب سيد إيلي، سنعود إلى هذه النقطة لو سمحت لي. نبقى دائما في نقاط الخلاف التي يمكن أن تتنازل بشأنها تل أبيب. هل طرحت أيضا مسألة الانسحاب من نتساريم؟ هل هناك تنازلات في هذا الشأن؟ سيدتي، هناك في إسرائيل هناك نقاش كما سمعنا اليوم رئيس المعارضة لبيد الذي شارك في هذه المظاهرات في تل أبيب، الذي طالب من الحكومة التوصل إلى صفقة ولكن هو على سبيل المثال لم يذكر ما هي شروط الصفقة. إسرائيل ستكون على استعداد لهدنة طويلة إذا وافقت حركة حماس على التوصل إلى تسوية بهذا الموضوع، ولكن إسرائيل لن تكون على استعداد كما سمعنا هذا المساء من أسامة حمدان أن إسرائيل تكون ملتزمة بالانسحاب الشامل من قطاع غزة
ووقف إطلاق النار مستدام، هذا الأمر غير مقبول حتى على مجلس على الكابينت الحرب، لأن كابينت الحرب هو يوافق على وقف إطلاق النار ولكن ليس بشكل مستدام، لأن إذا كان هذا الأمر بشكل مستدام بمعنى أن حركة حماس تعيد القوة العسكرية والحربية لحركة حماس، ونحن نرى بعد عام حرب جولة أخرى من المعركة بين إسرائيل وبين دكتور وبين أحمد. حركة حماس، وهذا الأمر الذي وضعته مجلس الحرب أمامها بأنه لن يكون تهديد من الجنوب. سيد إيلي أرجو أن تبقى معي، سأعود إليك، أنتقل إلى ضيفي، أعود إلى ضيفي من القاهرة دكتور أحمد. كيف سيتم العمل على حل الخلافات أو النقاط العالقة التي تحدث عنها سيد إيلي مع حماس عبر الوسطاء؟ ما المقترح هذه المرة؟ ما الرؤية المقترحة من قبل الوسطاء سواء الجانب المصري أو القطري؟ يعني مبدئيا أطراف الصراع عندما يجلسون سويا على طاولة المفاوضات كل يصدر السقف الأعلى للمطالب حتى يصلوا إلى الحد المقبول منهم، وهنا يأتي دور الوسطاء في الملفات الرئيسية أو نقاط الخلاف الرئيسية، وهي يعني متكررة في كل مرة، ولكن هذه المرة كالعادة هي فكرة إيقاف شامل لضرب النار، فكرة الانسحاب الكامل من القطاع. هذه النقاط مهمة، إعادة النازحين لأماكنهم بشكل آمن، فكرة التوفير في المراحل يعني المستقبلية، فكرة إعادة الإعمار، فكرة ما بعد غزة. هذه النقاط خلافية، ولكن الأقرب حتى يحلحل الوضع أعتقد ستكون في المساحات الجغرافية التي من الممكن أن تنتقل إليها إسرائيل، وفكرة هيكون هناك توافق على فكرة عودة النازحين. بالحديث عن التوافق دكتور أحمد، أنت تعرف بأنه القاهرة سبق وأن هددت بالانسحاب من هذه المفاوضات بعد التقارير الأمريكية التي تحدثت عن تشكيك في الدور المصري. هذه المرة العودة المصرية، كيف سيتم العمل على سد الفجوات مع الجانب الإسرائيلي تحديدا في ما يتعلق بمعبر رفح وتعامل ربما مع سلطة ثالثة غير إسرائيل وغير السلطة الفلسطينية؟ هذا ما اقترحته واشنطن. يعني الاستفزازات الإسرائيلية ومخطط التضليل المستمر اتجاه الدولة المصرية بداية الحرب حتى هذه اللحظة بتفرض نفسها، ولكن يعني بتراهن إسرائيل على سلمية التحرك المصري بشكل كبير، ولكن الرسائل الأخيرة المباشرة والغير مباشرة من الجانب المصري وفكرة التهديد بخروجها من المفاوضات أو لعبها كدور وسيط، وهي الدولة الأكثر حيوية وهي دولة الجوار ولها يعني دور إنساني ودور سياسي وقادرة على التعامل مع كافة أطراف الصراع ولها علاقات استراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية. إذا خرجت مصر من المشهد فسيكون ليس هناك أي أفق سياسي لحلحلة الوضع، وبالتالي هذه الورقة جديدة على المفاوضات وستفرض نفسها، وأعتقد أن القاهرة ستجعلها ورقة في معادلة الحل بشكل كبير جدا، وستحلح الوضع وسيكون هناك نتيجة في هذه المرة في ضوء هذه الاعتبارات، خاصة فكرة احتلال إسرائيل لمعبر رفح الفلسطينية. دعني أختم مع ضيفي سيد إيلي بعجالة لو سمحت لي، هل إسرائيل هذه المرة فعليا هي جادة للمضي نحو صفقة ما، أم فقط هي تلبية للضغوطات التي تعرضت إليها سواء من محكمة العدل الدولية أو الجنائية أو الاعترافات من الدول الأوروبية وبالتالي هي تناور حولها؟ أولا أنا أريد أن أرد على أقوال دكتور بعجالة سيد إيلي. دكتور أحمد بنقطتين، أولا لا يوجد تهجير، إسرائيل لا تقوم بتهجير، وكانت هناك محادثات مضنية بين إسرائيل وبين مصر حول عدم إمكانية تهجير السكان الفلسطينيين من رفح إلى مصر، وهذا الأمر لم يتم على أرض الواقع. ثانيا كما علمت قبل قليل، إسرائيل عرضت على مصر
أن القوات الإسرائيلية تنسحب من معبر رفح بشرط أن مصر تقوم بإدخال الإمدادات عبر معبر رفح لسكان رفح وقطاع غزة. صحيح أن القوات الإسرائيلية تكون على بعد معين، ولكن هي لم تكن المسيطرة على معبر رفح. إذا وافقت مصر على هذا الاقتراح الإسرائيلي كما علمت قبل قليل، أعتقد أن هذا الأمر يساعد على إعادة الثقة. طيب سيد إيلي لو سمحت لي، القاهرة لم تكن ممتنعة عن إدخال المساعدات، الجانب الإسرائيلي هو الذي فرض ذلك واقعيا على الميدان عندما احتل المعبر، وهذا ما لم يتم التفاهم حوله مع الجانب المصري. لو سمحت لي سيد إيلي، أريد الإجابة هنا بعجالة عن صفقة التبادل. هل هذه المرة تل أبيب مستعدة وجادة فعليا في هذه الصفقة، أم هي تلبية فقط للضغوطات؟ لو سمحت لي بعجالة. أنا أقول لك بنقطة واحدة. تفضل. هناك 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 رغبة من إسرائيل للتوصل إلى الصفقة، والاجتماع الذي سيتم يوم الثلاثاء في قطر بمشاركة، طبعا مصر ستكون جانبا من هذا الأمر، وقطر والولايات المتحدة ورئيس الموساد الإسرائيلي. هناك رغبة للتوصل، ولكن كما علمت أن التفاؤل بهذا الموضوع، نعم، التفاؤل بهذا الموضوع وضئيل، ولكن هناك تفاؤل لأن الكل يريد حل هذه المشاكل وإعادة المخطوفين. لأن العديد من هناك مخاوف أن من اغتصاب العديد من النساء والمجندات. من القدس المحلل السياسي إلي نيسان، والشكر موصول أيضا إلى ضيفي من القاهرة دكتور أحمد الشحات، أستاذ العلوم السياسية والمختص في الأمن الإقليمي والدولي، شكرا لكما. تتواصل التوترات بين إسرائيل وحزب الله سواء على الحدود اللبنانية الإسرائيلية أو على الأراضي السورية. فقد أفاد المرصد السوري بأن طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة وشاحنة لحزب الله اللبناني في محيط مدينة القصير بريف حمص، كانت في طريقها إلى مطار الضبعة العسكري، ما أسفر عن مقتل عنصرين من الحزب وإصابة آخرين. وصباح اليوم قتل شخص بانفجار عبوة ناسفة كانت مزروعة في سيارته بشارع الإسكان بمنطقة المزة في العاصمة السورية دمشق. وبحسب المرصد فإن الشخص المقتول مقرب من حزب الله. ولفت المرصد إلى أن منطقة المزة يقطنها الكثير من الشخصيات الموالية لإيران من جنسيات سورية وغير سورية، بالإضافة لضباط من الجيش السوري. أما عن التوترات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، فقد شن الطيران الإسرائيلي غارة على منزل في محيط موقع تابع لقوات اليونيفيل في بلدة العديسة جنوب لبنان. وأفادت وسائل إعلام لبنانية بتعرض أطراف عدد من بلدات الجنوب لقصف مدفعي إسرائيلي في ظل تحليق للطيران الاستطلاعي في أجواء القطاع الغربي. في المقابل أعلن حزب الله اللبناني في بيان استهداف مناطق في زرعيت بالصواريخ والقذائف المدفعية. مشاهدينا الحدث تواجدت هناك في قرى الجنوب اللبناني وناقشت أهالي الحدود حول المعارك بين حزب الله وإسرائيل. إلى ناهد يوسف وجولتها في الجنوب نتابع. هنا أرض الجنوب، الأرض التي دفع سكانها فواتير غالية بحكم الجغرافيا التي وضعتهم على تماس مع إسرائيل، وبحكم الأجندات السياسية الإقليمية التي خولت لأحزاب مسلحة تقرير مسار حياتهم. هذه المشاهد ليست من غزة، بل من بلدات لبنانية حدودية تشهد قصفاً إسرائيلياً بشكل شبه يومي. أحياء بأكملها سويت بالأرض، آلاف الوحدات السكنية دمرت بالكامل،
وأخرى تضررت إلى حد جعلها لم تعد صالحة للسكن. محال تجارية وأراض زراعية أحرقت وأتلفت الأرزاق والمحاصيل، وعائلات هجرت بسبب آلة الموت الإسرائيلية أرواح 74 شخصاً من المدنيين، بينهم 9 أطفال و 26 امرأة، إضافة إلى 19 مسعفاً وأكثر من 260 عنصراً لحزب الله بين مقاتلين وقياديين وعدد من مقاتلي حركة أمل وحركة حماس والجماعة الإسلامية. الاعتداءات الإسرائيلية مستمرة والآن عم تتغير يوم بيوم، ولكن التقديرات الأولية اللي عنا إياها نحن هي 1700 منزل مهدم كلياً و14 ألف منزل متضرر. الأضرار الثانية المحلات والمؤسسات كمان في إحصاءات فيها ومحتوياتها تحديداً يعني كانت كبيرة. حجم هذا الأضرار إذا بهمنا نحكي مالياً يفوق المليار دولار. حجم هذه الأضرار، هلأ في عنا أضرار كبيرة هي الأضرار الزراعية، هذه ما أدخلناها ضمن حسابات الأضرار اللي نحن بتواصل مع الجهات المعنية تقريباً قدرت لحد هلأ بعشر ملايين متر مربع من الأضرار، يعني عشر تلاف دنم من الأراضي الزراعية ضررت ضرر مباشر بالمحاصيل بالأشجار المثمرة، والأخطر ما فيها أنه قصفت بالقنابل الفوسفورية اللي هي ضرارة مش بس آني يعني هلأ، ضرارة على مدى سنوات بالمحصول الزراعي. للحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا من بيروت غسان حزبهني نائب رئيس الحكومة اللبنانية السابق والنائب في البرلمان اللبناني. أهلا وسهلا بك سيد غسان معنا في 19. لننطلق من حيث انتهى هذا التقرير، 1700 بيت مهدم في مناطق جنوب لبنان، من برأيكم الآن سيتولى إعادة الإعمار؟ ليس هناك من يتولى إعادة الأعمار، فالدولة اللبنانية مفلسة، ليس لديها حتى قدرة على إدارة الخدمات، يعني أبسط الخدمات المسؤولة عنها. حزب الله طبعا كل تمويله يذهب إلى التسلح والأمور العسكرية، وهو يستفيد بشكل كبير من الدولة اللبنانية أو من التهريب عبر الحدود لتمويل هذه العمليات وبعض الخدمات الاجتماعية في بعض المناطق اللبنانية. لكن هذا الحجم من الدمار، نتكلم عن مليار دولار من الخسائر، ويعني إذا أضفنا إليها الخسائر في البنى التحتية وغيرها يعني قد تفوق ذلك، ليس لأحد القدرة أن يعوض. ومن يعني من دواعي الأسف نرى اليوم على جدول مجلس الوزراء، على جدول أعمال مجلس الوزراء، محاولة إقرار مساعدات لأهل الذين استشهدوا في القتال في الحرب القائمة، وهي قيمة يعني رمزية، وحتى ذلك قد يكون صعبا على الحكومة أن تقوم به. فيعني من الصعب التكهن أو حتى توقع أي تعويضات عن هذه الأضرار، خاصة أن ليس هناك مساعدات دولية للبنان، ولن يكون هناك دول جاهزة لمساعدة لبنان ماديا بعد هذه الحرب. ليس هناك دول جاهزة أم ليس هناك دول بعينها يمكن أن تساعد في مناطق تحت قبضة حزب الله؟ لا أعتقد أن يعني بغض النظر هناك مناطق تحت قبضة حزب الله، والبلد كله أصبح تحت القبضة الغير مباشرة لحزب الله سياسيا. فهناك دول أخذت قرارها أن لا مساعدات ولا دعم للبنان ولا استثمارات في لبنان قبل إجراء الإصلاحات السياسية والاقتصادية والمالية، إصلاحات في القطاع العام كي تتأكد أن الأموال التي تأتي إلى لبنان لا تذهب هدرا كما ذهبت الأموال السابقة. ووجود منظمة عسكرية خارج سيطرة الدولة تضع قرار الحرب والسلم بيدها وتأتمر من دولة أخرى
ذلك يجعل من لبنان مكانا غير مستقر للاستثمار وحتى للمساعدات. قد يكون هناك بعض المساعدات الإنسانية، ولكن مساعدات إعادة أعمار في مناطق يسيطر عليها حزب الله وقد يدمرها من جديد باستجرارها إلى الحروب، هذا الأمر يعني ضئيل جدا أو وبالتالي احتمال. انت حدثنا من جانب آخر سيد غسان، يعني ما مساعيكم أنتم تحت قبة البرلمان أو حتى ك يعني أحزاب سياسية وما إلى ذلك في ربما إيواء هؤلاء النازحين، لأنه كما قلت ربما قد يعاد الإعمار مجددا ولكن يقصف من جديد في ظل هذه المناوشات القائمة بين حزب الله وإسرائيل، وبالتالي هل من مساعي واضحة ربما لإيواء هؤلاء خاصة وأنهم ينزحون يعني نحو البلدات والعاصمة أيضا؟ بالحقيقة إنها ليست مسألة إيواء، فالكثير منهم تركوا لبنان والبعض منهم اشتروا أو استأجروا في مناطق أخرى وهم جهزوا أنفسهم من فترات طويلة. نحن لا نرى أزمة نزوح وكأنها تهجير مؤقت، يعني هناك نزوح من مناطق إلى مناطق أخرى داخل الأراضي اللبنانية، وهناك بيوت استؤجرت وأماكن اتخذت بفترات متعددة، وهناك العديد ممن أيضا غادروا لبنان بهذه المرحلة. ليس هناك أي خطط لإيواء أحد ولا يعني استقبال نوع من نزوح بأعداد ضخمة بشكل مفاجئ وغير مخطط له، كما رأينا يمكن سابقا في السنوات الأخيرة، لأن يبدو أن هناك تجهيز يعني أكثر هذه المرة لتنقل الناس داخل لبنان، وهناك تخطيط أكثر لهذه المرحلة. لكن بالنتيجة هؤلاء أشخاص تركوا بيوتهم، ذهبوا إلى أماكن أخرى ويريدون العودة. طيب سيد غسان، يعني لنتحدث أيضا عن طبيعة المعركة القائمة اليوم، يعني رأينا استهدافات متبادلة، الجانب الإسرائيلي اليوم يستهدف ويلاحق عناصر حزب الله حتى في سوريا كالعادة، ولكن بعد وعيد ويعني وعيد بالمفاجآت سواء من الجانب الإسرائيلي أو الجانب أو جانب حزب الله، لكن هل تحولت المعركة ضمن هذه المحددات استهداف وملاحقة لعناصر دون اشتعال الجبهة كليا، أم أن هذا الخطر أو التهديد لا يزال قائما؟ لا، التهديد لا يزال قائما. وإذا تكلمنا عن اشتعال الجبهة كليا، يعني يكون اشتعالها هو ربما كثافة أكثر ووتيرة أعلى مما يحصل اليوم، لكن بطريقة عينها، لأن التكنولوجيا تبدلت وتغيرت، لأن الرأي العام الدولي يتأثر بالدمار الشامل والضحايا من المدنيين وغيره. فإذا كانت هذه هي الاشتباكات التي تحصل قد تتطور إلى حجم أكبر، تكون مماثلة لها ولكن بحجم أكبر. أما امتداد الاشتباكات لتطال مدنيين ومناطق مدنية أخرى وبنى تحتية لبنانية، فهذا الأمر ما زال غير معروف. هناك تهديد ووعيد، ولكن يعني هناك علامات استفهام كيف ستحصل، متى ستحصل، وإذا كانت ستحصل بأي وتيرة ستحصل. والترقب بحد ذاته مدمر للبنان حتى قبل حصول هذه توسع هذه الحرب، لأنه يعني يخيف الاستثمار، لأنه يعرقل العملية السياسية الإصلاحات، لأنه جمد كل القرارات الاقتصادية والمالية والسياسية، لأنه أثر على كلفة التأمين وأثر على الاقتصاد المنهار أساسا بشكل كبير. فالضرر بدأ يحصل بغض النظر إذا توسعت المعارك أم لا. أشكرك جزيل الشكر، كنت معنا من بيروت غسان حسباني، نائب رئيس الحكومة اللبنانية السابق والنائب في البرلمان اللبناني. أعلنت لجنة الانتخابات في إيران بدء تسجيل المرشحين للانتخابات الرئاسية اعتبارا من 30 مايو الجاري على خلفية مقتل الرئيس إبراهيم رئيسي وشهور منصبه، وتستمر عملية التسجيل حتى 3 يونيو، بعدها يبدأ مجلس صيانة الدستور عملية مراجعة أهلية أو أهلية المرشحين خلال 7 أيام، وفي 11 يونيو يجري إعلان أسماء المرشحين على أن تنطلق الحملات الانتخابية
في الفترة من 12 من يونيو وحتى 26 من الشهر نفسه، ثم يوم صمت، وبعده تجرى الانتخابات في 28 من يونيو. وقد اشتعلت بورصة مرشحي الانتخابات الرئاسية في إيران بعد أن شملت أسماء مثل سعيد جليلي رئيس وفد المفاوضات في عهد حكومة أحمد نجاد، فضلا عن رئيس البرلمان الحالي محمد باقر قليباف المقرب من المرشد الأعلى علي خامنئي، وهناك أيضا الرئيس الأسبق محمود أحمد نجات وأمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي سابقا علي شمخاني ووزير الخارجية السابق محمد جواد ظريف. وثلاثون يوما تفصل الإيرانيين عن موعد الانتخابات الرئاسية التاسعة، وهي فترة قصيرة أمام الأحزاب والمرشحين لاستعراض أفكارهم وبرامجهم في محاولة لاستمالة أصوات الناخبين. صحيفة ستارة صبح الإيرانية ربطت فرص المرشحين لخلافة رئيسي بالضوء الأخضر الذي يمنحه مجلس صيانة الدستور للموافقة على المرشحين، وبعد تردد عدة أسماء في أوساط الإصلاحيين من جهة والمحافظين من جهة أخرى، فالأنظار تتجه لمجلس صيانة الدستور الذي يعد أعلى هيئة تحكيم في البلاد بشأن قبول الترشيحات. الانتخابات المقبلة وبحسب الصحيفة تواجه تحديات كبرى، أبرزها نسبة مشاركة الشارع الزاهد في الانتخابات. صحيفة أرمان أمروز الإصلاحية قالت إن مجلس صيانة الدستور أمام تحد كبير، وهو تحفيز المواطنين للمشاركة في التصويت، وهنا يتحتم عليه فتح المجال أمام ألوان سياسية مختلفة، أمر يراه أمين عام حزب أخضر حسين كنعاني بعيد المنال، إذ يؤكد أن من يريد الفوز بالانتخابات المقبلة عليه السير على طريق إبراهيم رئيسي وأن يكون ضمن الدائرة الأولى، مرجحا أن يفوز التيار السياسي الموجود في السلطة حاليا في الانتخابات وبمشاركة شعبية منخفضة، ويضع المجلس معايير على المرشحين مثل صحة العقيدة والولاء للنظام لقبول ترشحهم، فكثير ما ألغى ترشح أو ألغي ترشح الشيوعيين والقوميين والأكراد وأعضاء حركة حرية إيران أو كل من لا يؤمن بمبدأ ولاية الفقيه. نفتح النقاش مشاهدينا مع ضيوفنا من طهران الدكتور حسين روير وران أستاذ العلوم السياسية في جامعة طهران. من القاهرة ينضم إلينا الدكتور محمد عباس ناجي رئيس تحرير مجلة مختارات إيرانية في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. أهلا وسهلا بكم. أبدأ مع ضيفي من طهران سيد حسين، تشتد المنافسة بين المحافظين والإصلاحيين للظفر أو لخلافة رئيسي، ولكن ماذا عن رغبة المرشد الأعلى؟ لمن تميل الكفة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك ولضيف الكريم والمشاهدين الأعزاء. يعني لم يسبق أن أعلن المرشد تأييد أي من المرشحين في كل الانتخابات التي سبقت، من هنا لا أتصور أن المرشد سيؤيد أحد المرشحين، هو سيسكت عن المرشحين وسيترك الموضوع للشعب. نعم هناك الآن الأسماء المطروحة قد تكون دكتور حسين، يعني الشعب عازف عن الانتخابات، وبالتالي الكل يعرف أنه في إيران المختار للرئاسة أو على سدة الحكم هو يجب أن يكون يحظى بموافقة ورضا المرشد الأعلى، وبالتالي هنا التوجه الضمني لمن هذه المرة، الإصلاحيين أو للمحافظين؟ لا، أنا في تصوري أن مجلس صيانة الدستور سيؤيد وجوه إصلاحية ومحافظة في نفس الوقت، والانتخابات السابقة أيضا كان فيها السيد همتي مهر علي زادة وكلهم وجوه إصلاحية،
يعني في هذا الإطار لا أتصور أن مجلس صيانة الدستور يمكن أن يقوم بحذف كل الإصلاحيين. نعم هناك شروط قانونية يطبقها مجلس صيانة الدستور في هذا الإطار، ولكن هذا لا يعني أنه يستطيع أن يقوم بحذف التيارات الإصلاحية. دعيني أقول شيء، في الانتخابات البرلمانية التي جرت التيار الإصلاحي يعني لم يشارك في الانتخابات، حتى السيد علي مطهري الذي ترأس لائحة يعني قائمة في طهران وطالب التيار الإصلاحي بتأييده باعتبار أنه قريب منه، رفض أن يؤيد هذه القائمة. ولكن في الانتخابات الرئاسية التيار الإصلاحي في كل مرة له مرشحون، وضمن هذا الإطار أتصور أنه سيتعامل بجدية مع هذه الانتخابات، وهذا ما سيرفع نسبة الإقبال في الانتخابات. نعم دكتور حسين، يعني لم يكن هناك إقصاء للإصلاحيين في الانتخابات السابقة ولكن دون مشاركة الأسماء الوازنة. وهنا أعود إلى ضيفي من القاهرة دكتور محمد عباس، هل سيسمح هذه المرة لمشاركة الإصلاحيين بأسمائهم الوازنة؟ نتحدث هنا عن الرئيس السابق روحاني، عن جواد ظريف وغيرهم، وإن سمح لهم هل ستكون لهم الفرصة لاعتلاء سدة الحكم أم أنه فقط يأتي في إطار استمالة أصوات الناخبين؟ أهلا وسهلا بك وأهلا بضيفك الكريم. ربما الترجيح أو الاحتمال الأكثر ترجيحا هو أن يقتصر الأمر على ما حدث أو يتم تكرار ما حدث في الانتخابات الماضية، السماح لبعض المرشحين من ربما يمكن وصفهم من الصف الثاني في تيار الإصلاحيين بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية القادمة. ربما الغلبة ستكون لأجنحة تيار المحافظين الأصوليين، لأنه أصبح هناك نوع من التنافس بين هذه الأجنحة. أنا أعتقد أنه سيتكرر في الانتخابات الرئاسية المقبلة. دعيني أقول أنه ربما يكون هناك احتمال بأن بعض الرؤساء السابقين ينوون الترشح في هذه الانتخابات، الرئيس الأسبق أحمد نجاد أو حسن روحاني أو غيرهم، لكن في كل الأحوال النظام لا أعتقد أنه لديه خيارات دعم فرص هؤلاء المرشحين، لأنه هذا يعطي انطباع بأن النظام ليس لديه خيارات كثيرة. فيما يتعلق بمحمد جواد ظريف، ربما أنا أتصور أنه لديه مشكلات فيما يتعلق بالتسريبات التي حدثت لحوارات، بعض الحوارات التي أجراها وانتقد فيها تدخل الحرس الثوري في عمل أو مهام وزارة الخارجية، وبالتالي في كل الأحوال أيضا الإخفاق الذي تعرض له دكتور محمد عن هذه النقطة. البعض يقول نعم لست أدري إن كنت توافق هذه الرؤية، البعض يقول بأن هذه التسريبات جاءت بإعاز من أطراف ما في السلطة لخلط الأوراق، أتحدث عن تسريبات جواد ظريف. لا يمكن استبعاد ذلك، وأنا أتفق معك فأن المسألة قد لا تنفصل عن صراع على السلطة بين الحكومة التي كانت قائمة في هذا الوقت، حكومة الرئيس السابق الأسبق حسن روحاني والحرس الثوري. دائما هذه الصراعات موجودة حتى بين الحكومات التي الأقرب إلى تيار المحافظين الأصوليين مثل حكومة الرئيس الأسبق أحمد نجاد. وأيضا لابد أن نشير لأنه الإخفاق الذي تعرض له الاتفاق النووي يتم تحميل المسؤولية بسبب ذلك على عاتق التيار المعتدلين أو حكومة الرئيس روحاني، لا سيما الرئيس روحاني وجواد ظريف وبعض المسؤولين الآخرين. طيب أعود إلى ضيفي من من طهران. طيب سأعود إلى ضيفي من طهران دكتور حسين على أن يجهز معنا مجددا، يبدو أن هناك مشكلة من المصدر. طيب دكتور أنا جاهز. نعم طيب دكتور حسين، نعم أهلا وسهلا بك مجددا. أسأل هنا عن ما النسبة التي يمكن أن يحتاجها أن تحتاجها طهران في هذه الانتخابات، وبالتالي ستكون غير ربما ملتزمة بإعطاء فرصة كبيرة للمرشحين. عن نسبة المشاركة هنا تحتاج ربما فقط ل30% من المشاركة لضمان الرئيس الذي تراه مناسبا ويكون متفق عليه مسبقا.
يعني نعم، أولا هناك نسبة وهي الثلث، يعني 30 أو 33 يجب أن تكون متوفرة في أي مرشح، وإلا ستذهب إلى دورة إعادة. دعيني أذكر ببعض الأمور المهمة. يعني السيد مثلا خاتمي أو روحاني لا يستطيعان أن يترشحان، والسبب هو أن هذان الرئيسان تجاوزا 70 سنة، في حين أن القانون يؤكد على موضوع العمر. السيد أحمد نجاح قد يستطيع أن يترشح لأنه ما دون 70 ولا زال يستطيع، ولكن السيد ظريف أتصور يستطيع. الآن اليوم تبين أن محمد شريعة مدار مساعد أو نائب الرئيس روحاني أيضا من أعلن أنه سيترشح. من هنا هناك وجوه كثيرة يمكن أن تترشح، سواء كان من هذا التيار أو من ذاك التيار. طيب دكتور حسين، يعني لا يمكن أيضا التغاضي عن نقطة وهي الغموض الذي لازال يكتنف تحطم طائرة رئيسي ووقعه على الشارع في إيران، كيف سينعكس على المشهد برمته، بينها المشهد الانتخابي، وهل يمكن أن نشهد ربما موجة احتجاجات كتلك التي شهدناها في مقتل مهسا أميني؟ يعني هذا الموضوع أولا هو بقيد الدراسة، باعتبار أن هناك لجنة تقوم بهذا الموضوع، بدراسة الموضوع، ومن عسكريين وأطباء ومهندسين وسياسيين، وفي تصوري أن هذه اللجنة ستعلن نتائج التحقيق بعد أيام. ولكن لا أتصور أن نتائج هذه اللجنة يمكن أن تؤثر كثيرا على الانتخابات. الانتخابات هي خارطة طريق مضغوطة جدا، يعني الانتخابات التي كانت تجري خلال سنة الآن أصبحت خلال 40 يوما، يعني باعتبار أن المشرع حددها ألا تزيد عن 50 يوما، وإمكانية وجود جولة إعادة أيضا مطروح. ضمن هذه الأجواء أتصور أن الانتخابات ستجري أو ستبدأ سريعا، وستصل إلى ذروتها في فترة قياسية من الزمن، أتصور أنها ستكون انتخابات فريدة، باعتبار أن انتخابات كهذه لم تسبق أن حدثت في إيران. طيب أعود إلى ضيفي من القاهرة وأختم معه. دكتور محمد، هل تعتقد بأن إيران اليوم هي قاب قوسين أو أدنى من الانزلاق لربما مشهد سياسي غير منتظر واشتعال للشارع؟ لا أعتقد ذلك لحد كبير. يعني لو لاحظنا سنجد أنه أيام عديدة مرت بعد وفاة رئيسي ولم يحدث شيء على مستوى الشارع الإيراني. ربما كانت هناك إجراءات مسبقة حتى قبل الإعلان عن وفاة رئيسي استعدادا لهذا الاحتمال الذي لا يمكن استبعاده طبعا في ظل ما حدث في إيران في الاحتجاجات السابقة. لكن أعتقد قد تكون الاحتجاجات دكتور محمد سياسياً. نعم اسمح لي، قد تكون الاحتجاجات ربما غير مرتبطة تحديدا بمقتل رئيسي وتحطم مروحيته، وإنما بالظروف الاقتصادية والاجتماعية التي ستأتي تزامنا مع غمار انتخابات رئاسية. لا يمكن استبعاد ذلك، وهذه الاحتجاجات هي أصبحت ظاهرة يومية في إيران بسبب ما تتحدثين عنه من أزمة اقتصادية وغياب الأجور وتراجع قدرة الدولة على الاستجابة للخدمات المعيشية للمواطنين وهكذا. لكن أنا في اعتقادي لن تصل، حتى على الأقل المؤشرات الحالية تشير أنها لن تصل إلى مستوى احتجاجات سبتمبر 2022 خاصة بمهسا أميني، اللهم إلا إذا حدث أزمة كبيرة بسبب هذا الأمر. من القاهرة كنت معنا الدكتور محمد عباس ناجي، رئيس تحرير مجلة مختارات إيرانية في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، وأيضا من طهران الدكتور حسين رويروان أستاذ العلوم السياسية في جامعة طهران. شكرا جزيلا لكما. مشاهدينا نعود ونلقاكم بعد لحظات من الآن لفتح ملفات ساعة ثانية.
تجدد المعارك بين الجيش والدعم السريع في العاصمة الخرطوم. هذه المعارك متواصلة بوتيرة واحدة، كأن المشهد يتكرر دائما. إلى متى سيبقى الوضع على ما هو عليه؟ في سلاح المهندسين تحديدا، هل في الأيام الماضية كان هناك تعاطي مختلف مع تلك المنطقة غاية في الأهمية بالنسبة للطرفين؟ أبوات الدعم السريع تريد أن تصعد من عملياتها العسكرية. كل المناطق التي يسيطر عليها الدعم السريع، الشعب يشعر بالأمان، يشعر بالاستقرار. هنالك انتهاكات كبيرة لحقوق الإنسان. سوق الشعب تعرضت لنهب، يعني بجد الحالة أصبحت صعبة. كيف تقرؤون دعوة مارك عجار الأخيرة؟ الحرب الآن في السودان هي حرب عبثية، كل طرف يسعى للثأر والانتقام من الآخر على حساب المواطن السوداني. الآن وبعد تعثر مفاوضات جدة، ما السيناريوهات إذن القادمة؟ كان يوما طبيعيا أو يبدو كذلك، لا شيء يختلف، انتظار، انشغال وسكون. كانت لحظة تسبق الخبر بقليل، ثم يبدأ حدث يؤثر على حياة الناس. تفاصيل تختلف، قصص تتشابه، ويبقى الإنسان هو محور الحدث. منذ ولدنا ونحن نصارع الحياة، نترك أشياء من أجل أشياء أخرى. نحاول جاهدين أن ندرك، أن نعرف السر في الوصول إلى غايتنا من العيش الكريم بلا حروب أو صراعات أو جوع أو مآسف. لطالما كانت الأمنيات صعبة التحقيق والأحلام تبقى أسيرة الواقع الذي طالما ننتظره أن يتغير. أكثر من 1,100,000,000 شخص يعيش تحت خط الفقر. في أكثر من 110 دول حول العالم، حيث يعانون من نقص في التغذية والتعليم والصحة. ورغم تصاعد التحذيرات من مخاطر ازدياد الفقر واتساع فجوته، ما زال العالم مستمراً في أزماته التي تدفع الملايين إلى الفقر سنوياً. نتيجة الاضطهاد والصراعات والعنف، أكثر من 108,000,000 شخص أجبروا على الفرار من ديارهم في جميع أنحاء العالم. في أكثر من 135 دولة هربوا باحثين عن المأوى، عن الغذاء والرعاية الطبية. فالضحايا بالآلاف والأرقام في تزايد، والحكايات تختزل بين الصمود والبقاء. The solution to this humanitarian tragedy is not humanitarian, it is political. كيف احنا نعيش؟ كيف جاوبونا؟
الآن 19 من الحدث. أهلا بكم مشاهدينا في الساعة الثانية من 19 وفيها محادثات غزة تعود ولكن بشروط، ومسؤولة أممية تتساءل من يوقف جنون إسرائيل. على وقع الخلافات المشتعلة في إسرائيل، جندي إسرائيلي يتمرد على قائد الجيش. العطاء يكشف للحدث البرهان، سيلغي الوثيقة الدستورية وقاعدة عسكرية لروسيا على البحر الأحمر. طائرات روسية في جربة وحديث عن فاغنر، هل تغير تونس بوصلتها باتجاه الشرق؟ جليلي وقلباف وظريف وأيضا نجاد، بورصة مرشحي الرئاسة تشتعل في إيران. مشاهدينا، من يوقف جنون إسرائيل؟ هذا التساؤل طرحته تصريحات للمقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بفلسطين فرانشيسكا ألبانيز، التي دعت المجتمع الدولي إلى فرض عقوبات على إسرائيل وتعليق العلاقات الدبلوماسية معها وحظر تزويدها بالأسلحة حتى تنصاع لقرار محكمة العدل الدولية وتوقف هجماتها على قطاع غزة. ألبانيز انتقدت إقدام إسرائيل على تكثيف هجماتها على مدينة رفح بعد قرار محكمة العدل الدولية بوقف العملية الإسرائيلية في المدينة. المقررة الأممية قالت إن إسرائيل لن توقف الجنون الذي تقوم به في رفح ما لم يتدخل المجتمع الدولي. مشاهدينا، أثار قرار محكمة العدل الدولية بشأن الوقف الفوري للعملية العسكرية الإسرائيلية في رفح تساؤلات حول مدى تأثيره على الحرب في قطاع غزة. تقارير إسرائيلية وصفت القرار بأنه جزئي يشمل رفح فقط وليس قطاع غزة بالكامل، ويمنح إسرائيل مساحة من المرونة لمواصلة عملياتها في رفح بسبب وجود خلافات بين قضاة المحكمة، والتي فضلت إصدار قرار يحظى بتوافق أكبر بين القضاة، خاصة وأن بعضهم عارض سابقا إصدار أوامر بوقف العمليات العسكرية في القطاع. مراقبون لوكالة أنباء العالم العربي اعتبروا أن القرارات الأخيرة الصادرة عن المحكمة الدولية استثنائية وغير مسبوقة، ولها أهمية استراتيجية لأنها تمثل إدانة قانونية لإسرائيل فيما يتعلق بحربها ضد غزة ولو كانت إدانة جزئية. ورغم تأكيدهم بأن إسرائيل لن تلتزم بالقرار ولن تنفذه وستتعرض لانتقادات تزيد من عزلتها الدولية بشكل أكبر، اعتبر المراقبون أن القرار سيجبر تل أبيب على تخفيف وتيرة تحركها العسكري بالمدينة وتغيير خططها العسكرية، أن إسرائيل ملزمة بالامتثال للقرار، خاصة وأنها موقعة على اتفاقية منع الإبادة الجماعية. وفي حال عدم امتثالها للقرار فإن الأمر قد يصل إلى مجلس الأمن الدولي وستحتاج تل أبيب للفيتو الأمريكي من أجل إنقاذها. كما اعتبر المراقبون أن القرار يستوجب تحركا فوريا من الفلسطينيين لدى الجهات الدولية المختلفة لإجبار إسرائيل على تنفيذ القرار. وللحديث أكثر مشاهدينا، ينضم إلينا من رام الله السفير عمار حجازي، مساعد وزير الخارجية الفلسطيني للعلاقات متعددة الأطراف. أهلا وسهلا بك سعادة السفير معنا في 19. لنبدأ من هذا التساؤل الذي طرحته ألبانيز، من يوقف جنون إسرائيل؟ السلطة الفلسطينية وتحديدا محمود عباس كان قد صرح سابقا بأن الولايات المتحدة الأمريكية هي الوحيدة من تملك قرار إلزام إسرائيل. ما الذي حصل لحد الآن؟ هل هناك تحركات في هذا الخصوص من قبل السلطة، وما مساعيكم في ذلك؟
يعني أعتقد أولا ردود الفعل الدولية التي شاهدناها بعد صدور القرار يؤكد على أن القرار يؤخذ على محمل الجد من المجتمع الدولي على الأقل على المستوى الأوروبي، وكل هذه دول تساند كانت وبشكل أو بآخر بعضها يزود إسرائيل بالسلاح ويساندها ويغطي عليها على المستوى الدولي. اليوم النقاش هو كيف يتم تنفيذ أوامر محكمة العدل الدولية، وأيضا يعني بالاتساق أيضا كيف نحافظ على المنظومة الدولية، لأنه إسرائيل بحربها وإبادتها الجماعية التي ترتكبها في قطاع غزة اليوم يعني تخالف كل القواعد والأسس التي يقام عليها القانون الدولي والمجتمع الدولي. ما أريد أن أقوله أن ما يحصل اليوم هو تطور مهم، ربما لن يوقف الحرب بشكل مباشر، لأن نحن مدركين أن إسرائيل ستواصل إجرامها كما اعتدنا على ذلك، وهناك العديد من القرارات والمواقف الدولية السابقة على مدى احتلالها 56 عام، بدءا من القرار الأول الذي طلبها بإنهاء الاحتلال في 67 ووصولا إلى اليوم. إسرائيل دائما تهرب إلى الأمام، ولكن الحلقة اليوم على المستوى الدولي تضيق، وحتى حلفائها سيجدوا صعوبة شديدة في استمرار الدفاع عنها تحديدا أمام المواقف الدولية وتحديدا من قبل المحاكم الدولية وغيرها من الإجراءات التي نشهدها. طيب سعادة السفير، ما الذي يمكن القيام به لثني واشنطن عن عدم استخدام الفيتو لقرارات محكمة العدل الدولية في مجلس الأمن؟ أولا أعتقد أن واشنطن ستكون يعني مهتمة بسمعتها الدولية، ومخالفتها لقرارات محكمة العدل الدولية هو شكل من أشكال تدمير المنظومة الدولية، تحديدا أن واشنطن احتفت بقرارات سابقة للمحكمة عندما كانت تصب في مصالحها وما إلى ذلك، بالإضافة إلى ما شاهدناه أيضا من تطورات فيما يخص مواقف بعض الدول وكذلك المحكمة الجنائية الدولية وكل ما إلى ذلك. كما قلت الحلقة تضيق حتى على الذين يبررون لإسرائيل أفعالها ويدعون بوجود حق لها في الدفاع عن النفس وهو قانونيا غير موجود وغير وارد. اليوم ما تقوم به إسرائيل وما قامت به حتى اليوم في قطاع غزة من إجرام وتدمير وقتل وإبادة جماعية، نعتقد أنه عرى هذه المنظومة وعرى كل من يقف معها أو يساندها. المطلوب اليوم عمل مضاعف من الكل العربي والإسلامي وكل الدول، ونقاش جدي حول إما أن هذه المنظومة الدولية تنطبق على الجميع، والاختبار الحقيقي لهذه المنظومة هي ما يحصل في فلسطين وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من انتهاك على مدار 56 عام، ربما أسوأ لحظات نجهدها الآن، ولكن هو ممتد ولا يقل خطورة أيضا ما يحصل في الضفة من اجتياحات وقتل ودمار واستعمار. كل ذلك اليوم برسم المجتمع الدولي إذا أراد أن يحابي إسرائيل ويستمر في التغطية عليها والتغطية على جرائمها. نعم. إذن طيب. ويدمر مع ذلك يدمر الأمم المتحدة ويدمر القانون الدولي ويدمر كل العمل الدولي على مدار 76-78 عام من بناء هذه المنظومة الدولية. نعم سعادة السفير، يعني بعد صدور هذه القرارات رأينا ردود الفعل الإسرائيلية، بن غفير تحدث قال يجب الرد على هذه القرارات يكون من خلال اجتياح رفح. الولايات المتحدة الأمريكية لحد الآن لا ترى بأن إسرائيل تقوم بجنون في قطاع غزة، وربما هي اقتنعت بأن تل أبيب لحد اللحظة هي تقوم بعملية دقيقة في رفح، وبالتالي هل ستعطى الأولوية هنا للمساعدات، لإيصال المساعدات من الجانب الإسرائيلي للتخفيف من حدة الحرج الدولي؟ أعتقد يعني في إطار المشروع الذي تسير به إسرائيل ونواياها المبيتة لقطاع غزة منذ اللحظة الأولى، يعني ربما للتغطية تمرر بعض الشاحنات هنا وهناك، ولكن الكل الدولي مجمع أن هذه المساعدات لا تكفي لإغاثة قطاع غزة ولا إغاثة أهلها.
قطاع غزة بحاجة إلى عملية شاملة تعيد جدول الحياة وتعيد العجلة الاقتصادية وتعيد حركة البضائع دون أي توقف، السماح بدخول بضائع، وهذا يعني منذ أول شهر من الحرب. يعني هذه تقارير الأمم المتحدة قالت أنه عدد من الشاحنات هنا وهناك لا تكفي لإغاثة البشر ولا يعني إبقاء الشعب في غزة، شعبنا في غزة على سعرات حرارية محدودة كما كان حتى قبل الحرب، هو يعني حل لهذه المعضلة. كل هذا بدأ يتكشف ولا يمكن له أن يحل المشكلة. أعتقد ربما يعني يكون هناك محاولات للتغطية من هذا النوع، ولكن الكل يعلم أن استمرار العدوان واستمرار الحرب واستمرار القتل واستمرار الدمار واستمرار هذه الإبادة الجماعية والحملة الشعواء التي تشنها على الشعب الفلسطيني في كل مكان هو جذر المشكلة، وإذا لم يتوقف فلن تحل المشكلة. سعادة السفير، إسرائيل قالت بأنها ستعاقب السلطة فور هذه القرارات، سواء قرارات محكمة العدل الدولية والجنائية وحتى انضمام الدول الأوروبية للاعتراف بفلسطين، من بينها فك الارتباط بشمال الضفة الغربية، وأيضا السماح بعودة الإسرائيليين إلى 3 مستوطنات سابقة، فضلا طبعا عن التهديد بوقف تعامل البنوك الإسرائيلية. ما الذي يمكن فعله هنا لمجابهة كل هذه الإجراءات الإسرائيلية من قبل السلطة الفلسطينية؟ يعني النهج الذي اتبعته السلطة هو دائما اتباع اللجوء إلى المرجعيات الدولية وتحميل المسؤولية للمسؤولين عن رعاية العملية السياسية. أولا، إسرائيل تعاقب السلطة الفلسطينية منذ زمن وتواصل استعمارها وبناء مستوطناتها وتوسيعها، والإجرام المستوطنين وكل ما إلى ذلك هو مستمر ومتواصل ولم يتوقف للحظة. إسرائيل ما يغيب عن ذهن الناس أن يعني نبدأ نصدقهم عندما يتحدثون، ولكن الأحداث على الأرض سبقت كل التصريحات التي نتحدث عنها، سواء سرقة أموال المقاصة الفلسطينية هي مسألة ممتدة من عمر هذه الحكومة الفاشية، وما قبل ذلك هناك كان استخدام عنصري وفاشي دائما لعقاب الشعب الفلسطيني، وطبعا الحكومة كجزء من هذا الشعب يتم عقابها بإمساك أموال المقاصة، وهي أموال تسير الاقتصاد الفلسطيني، هي أموال تعود لعائلات المحتاجة وأيضا للموظفين العاملين داخل. فإسرائيل يعني لم تتوقف لحظة، وكانت دائما عنوان التعامل مع الفلسطيني هو العقاب الجماعي، والعقاب الجماعي تفرض إسرائيل في حال يعني ارتكاب أو قيام أي فلسطيني بردة فعل هنا وهناك غضبا وردا على ما تقوم به، يتم عقاب الكل الفلسطيني كما نشهد اليوم وكما كان الحال قبل 10 سنوات. الرد الفلسطيني واضح، هو الثبات على مواقفنا، متابعة العمل على المستوى الدولي، متابعة تفعيل كل أدوات المساءلة لهذا الاحتلال لوقفه وردعه وصولا إلى إنهائه. ويعني أعتقد ما تم إنجازه حتى اللحظة هو مهم ويشكل حلقة مهمة من حلقات النضال الوطني الفلسطيني وصولا إلى الاستقلال. نعم، من رام الله كنت معنا، السفير عمار حجازي مساعد وزير الخارجية الفلسطيني للعلاقات متعددة الأطراف، شكرا جزيلا لك. التاسعة عشرة مستمرة وفيها أيضا الحدث تلقي الضوء على مأساة النازحين من جمر السودان إلى نار إثيوبيا.
ما بين الجيش الإسرائيلي وعناصر القسام. كيف تبدو الأجواء على الحدود الشمالية لإسرائيل؟ نتحدث عن 5 انفجارات كانت في سماء بئر السبع. ما الذي يصل من المساعدات من الجانب المصري عبر المعبر؟ شاهدنا هذه الصواريخ وهي تنطلق إلى العمق الإسرائيلي. هناك مشهد دموي باستمرار سقوط الضحايا الفلسطينيين. فهل الناس يدركون إلى أين يمكن أن يذهبون ويحتمون؟ 7 عمليات عسكرية حتى الساعة أعلن عنها حزب الله. لا زالت الغارات الإسرائيلية تتواصل. سقطت عدد من القذائف. هناك اشتباكات قوية جدا في شرق خان يونس. هناك تخوف واضح من حدوث مجاعات إنسانية في هذه المنطقة. هذه العائلات تنتظر ما ستعود إليه. وهذا يشير إلى أن التصعيد على ما يبدو لم ينتهي. كيف يتم التعامل مع كل هذه الأعداد الهائلة من النازحين؟ مشاهدينا، كشف عضو مجلس السيادة السوداني ياسر العطا في تصريحات خاصة للحدث أن رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان يعتزم إلغاء الوثيقة الدستورية التي تم توقيعها بعد سقوط نظام الرئيس السابق عمر البشير بين العسكريين والمدنيين وإعلان وثيقة دستورية جديدة لإدارة ما أسماها بالفترة التأسيسية الانتقالية. جاري العمل الآن بسرعة كبيرة جدا، والأخوة في بورسودان قطعوا الشوط كبير جدا في إلقاء الوثيقة الدستورية، والآن تم التوافق على وثيقة دستورية لإدارة الفترة التأسيسية الانتقالية للحكم الديمقراطي. بعد إعلان هذه الوثيقة غالبا يخاطب الأخ الرئيس الأمة السودانية بإلغاء الوثيقة الدستورية وإعلان الدستور الجديد وإعادة صياغة مجلس السيادة، تعيين رئيس الوزراء مستقل، وهو اللي حيعين الحكومة حقته من كفاءات مستغلة لإدارة شؤون الفترة الانتقالية التأسيسية. العطا كشف أيضا للحدث أن روسيا طرحت على السودان تعاونا عسكريا يتمثل في منحها نقطة تزود على البحر الأحمر مقابل إمداد عاجل لهم بالأسلحة والذخائر، وأوضح أنهم وافقوا على الطرح وطلبوا من الجانب الروسي تطوير التعاون العسكري إلى شراكات اقتصادية وزراعية. هم طرحوا لنا التعاون العسكري، تعاون عسكري نقطة تزود، هي ما قاعدة نقطة تزود قصاد إمداد عاجل بالأسلحة والذخائر. نحن وافقنا على هذا الأمر، لكن قلنا لهم ليه نحن نطور التعاون العسكري للتعاون الاقتصادي في شكل شراكات زراعية، شراكات في التعدين، في الذهب، في المواني، في التصنيع الزراعي، في كذا. ووافقوا حسب الوفود. الوفد العسكري حيمشي خلال أيام، بعد في وفد وزاري برئاسة الأخ نائب الرئيس مالك عقار برضو حيمشي، وحتعقب وفود وحنوقع على اتفاقية حيمشي السيد الرئيس لتوقيع. للحديث أكثر ينضم إلينا من القاهرة أحمد أدفين، رئيس قوى الوفاق الوطني السوداني. سيد أحمد، أهلا وسهلا بك معنا. لماذا يلجأ مجلس السيادة السوداني لإلغاء الوثيقة الدستورية الآن والتي تعتبر مرجعية لمؤسساته القائمة؟ طيب، أولا التحية لك وعبر التحية لجميع مشاهدي قناة الحدث، ودعينا أيضا أن نترحم على شهداء الواجب الوطني من القوات المسلحة والمدنيين. طيب، دعينا نتحدث عن الوثيقة. أن هذه الوثيقة يعني فقدت شرعيتها من الأيام الأوائل للثورة، ظلنا نتحدث عن هذا الأمر. أنا لا أريد التحدث الآن عن شرعية هذه الوثيقة. التي وقعت لم توقع مع المدنيين بمجملهم، بل وقعت ما بين قوى الحرية والتغيير والمؤسسة العسكرية في ذلك الوقت. هذه الوثيقة أيضا، وأنا كنت جزء من صياغة، من بداية صياغة هذه الوثيقة ومن المفاوضات، وفي ذلك الوقت يعني طلعنا بيان تحت مسمى الجبهة الثورية، وكانت هذه بادرة الانشقاق حول هذه الوثيقة التي وقعت.
ومن ثم الناس ذهبت إلى اتفاق السلام. طيب الذين كانوا موجودين في ذلك الوقت حول الحرية والتغيير كان هنالك أكثر من 35 جسم تمت سرقة هذا المسمى الحرية والتغيير، ووقعت 5 أجسام على هذه الوثيقة. ومن ثم نتحدث بوضوح أنه كانت هنالك 4 وثائق دستورية، هنالك الوثيقة الدستورية التي تم التوقيع عليها، الوثيقة الدستورية التي ذهبت إلى وزير العدل، الوثيقة الدستورية التي أعلنت في الجريدة الدستورية، الوثيقة الدستورية التي يعني وقعت خباء ووقعت ما بين المؤسسة العسكرية والحرية والتغيير. يعني ما الذي تغير الآن؟ لماذا يتم في هذا التوقيت بالذات إعلان الوثيقة الدستورية؟ بما أن البلد لا يزال مضطرب، هناك نزاع قائم، وما إمكانية إعلان وثيقة دستورية جديدة ومع من؟ طيب الآن لن تكون هنالك وثيقة دستورية ما بين فلان وفلان أو ما بين مؤسسة ومؤسسة، سيكون هنالك دستور انتقالي. هذا الدستور سيطرح الآن من رأس الدولة، وسيتم تشكيل حكومة، هذه الحكومة ستدير فترة انتقالية وفترة إلى أن تنتهي الحرب، ومن ثم يجب التوافق. سيكون هنالك، وأنا مدرك لهذا الأمر، سيكون هنالك حوار سوداني يستوعب كل القوى السياسية والمجتمعية الوطنية، ونعني بالوطنية هنا هي القوة التي هي القوة التي التفت حول الشعب السوداني، والذي يعني التف حول الشرعية وحول الجيش. لن تكون هنالك يعني في هذا الحوار السوداني لن تشارك أي قوة دعمت التمرد، لن تشارك أي قوة وقعت مع التمرد. نعم، هذا الحديث هو ربما سابق لأوانه لأنه الحرب لا تزال قائمة، وبالتالي أسأل هنا ضيفي من أديس أبابا، أرحب به، انضم إلينا شريف محمد عثمان، عضو المكتب التنفيذي لقوى الحرية والتغيير المجلس المركزي وعضو تنسيقية تقدم. أهلا وسهلا بك سيد شريف محمد معنا. كيف تنظرون بداية إلى هذا القرار، وما خلفية اتخاذ هذا القرار من قبل مجلس السيادة بإلغاء الوثيقة الدستورية الآن؟ أولا مساء الخير عليك وعلى ضيفك الكريم وعلى كل المتابعين الكرام. أعتقد أن هذا الحديث هو حديث ليس ذو قيمة، يعني لا يمتلك أي قيمة هذه الوثيقة الدستورية. لقد مزغت في 25 من أكتوبر من العام 2021 عندما انقلب برهان وحميدتي على الفترة الانتقالية، وجراء هذا الانقلاب عرفت مؤسسات المجتمع الدولي للأمم المتحدة عبر بعثتها في ذلك الوقت يونيتامس بأن ما حدث هو انقلاب عسكري على الوثيقة الدستورية. وأيضا على ضوء هذا الانقلاب جمد الاتحاد الأفريقي أيضا عضوية السودان داخل مؤسسات الاتحاد الأفريقي، باعتبار أن ما حدث السودان هو انقلاب على مسار تحول مدني ديمقراطي وفترة انتقالية اعترفت بها مؤسسات الإقليمية والدولية. في المؤسسات الإقليمية كانت رئيس الوزراء دكتور عبد الله حمدوكو ورئيس الإيجاد. بهذا الانقلاب تم سحب هذا المنصب من حكومة الأمر الواقع القائم الآن في برسودان وما قبلها في خرطوم قبل أن تندلع حرب 15 أبريل. لذلك أعتقد أن هذه الحكومة في حكومة أمر واقع للتصريف عن السودانيين في إصدار جوازات السفر إلى آخره من الإجراءات، لكن الحديث عن أي شرعية دستورية لهذه السلطة هذا الأمر غير صحيح. هذه المجموعة فاقدة لأي شرعية دستورية. مزقت هذه الوثيقة الدستورية أكثر من مرة، تتخذ قرارات وتتخذ إجراءات دون أي آلية واضحة، حتى في تلك الوثيقة التي مزقها برهان وحميدتي في ذلك الوقت. لذلك أعتقد أن أي حديث عن شرعية دستورية أو البحث عن شرعية دستورية هو حديث ليس ذو قيمة، لن يجد أي اعتراف من العالم ولن يجد أي اعتراف من الشعب السوداني ومن قواه السياسية وقواه الحية التي قاومت انقلاب 25 أكتوبر بكل شجاعة وبسالة، وقدمت في سبيل هذه المقاومة 127 شهيدا وأكثر من 10,000 مصاب في مقاومة هذا
هذا الانقلاب. لذلك السودانيين بشكل عام هم يرفضون أي سلطة عسكرية. شعار العسكر للسكنات هذا الشعار قدم في سبيله مئات الشهداء وتضحيات عظيمة قدمها السودانيين لإنهاء الحكم العسكري في السودان. لذلك أعتقد أن ما يقوم به وما يتحدث به أعضاء مجلس السيادة فاقد الشرعية وفاقد السند هو حديث للتسويق السياسي الذي يتحدث محاولة البحث عن شرعية زائفة. البلد الآن لا تمتلك شرعية، البلد الآن يموت فيها سودانيين جوعا ترتكب الانتهاكات في حقه جراء هذه حرب اللعين. طيب أعود إلى ضيفي من القاهرة سيد أحمد. هو العطا هنا تحدث أيضا عن إعلان عن وثيقة دستورية أخرى جديدة قريبا، وبالتالي هل هنا هو يتحدث عن سقف زمني معين، عن إعلان فوري، وإن كان لا على ماذا يتم الاستناد هنا لبزوغ هذا الإعلان الجديد؟ طيب حديث العطا كان واضحا، هي ليست بوثيقة دستورية، هو دستور مكتمل الأركان، يعني سيعلنه رأس الدولة الشرعي في الأيام المقبلة. نقول هذا الكلام ونحن نعي ما هي الشرعية. الشرعية تأتي من الشعب السوداني حينما كانت هنالك يعني للذين فاوضوا في أول أيام للمؤسسة العسكرية وللثورة شرعية. كانت الشرعية هي شرعية الشعب السوداني الذي التف حول الثورة السودانية والذي خرج للشوارع وشاهدناه وشاركنا معه أيضا في الثورة المجيدة. الآن هنالك أيضا شرعية، وهذه الشرعية هي شرعية الشعب السوداني الذي التف حول القوات المسلحة وحول يعني جيشه الباسل. هذا ما أنا يعني هذا هو معنى الشرعية إذا كان هنالك حديث عن شرعية. أما عن أن الوثيقة السابقة أين يعني وسقطت في أكتوبر، يعني أنا أقول لك أن من الأيام الأوائل حمدوك هو أول سقط للوثيقة الدستورية. الوثيقة الدستورية كانت تتحدث عن رئيس وزراء لا يحمل جواز سفر خارجي، جاء حمدوك وحافظ على جوازه لدولة أخرى. الوثيقة الدستورية كانت تتحدث عن المجلس التشريعي ولم يقم هذا المجلس التشريعي. الوثيقة الدستورية كانت تتحدث عن محكمة دستورية ولم تقم هذه المحكمة الدستورية. الوثيقة الدستورية التي أعلنت في الجريدة أو في الصحيفة الدستورية الرسمية لوزارة العدل كانت تختلف تماما عن الوثيقة الدستورية الموقعة. سيد أحمد، ننتقل إلى نقطة أخرى أيضا جاءت من بين تصريحات العطاء للحدث، من بينها بأنه سيتم توقيع اتفاقيات مع روسيا قريبا. ما نوع هذه الاتفاقيات، وهل نحن نتحدث هنا عن أنت معي الآن سيد أحمد؟ هل تسمعني؟ طيب يبدو أن سيد أحمد لا يسمعني، هناك مشكلة من المصدر، على كل سنعود إليك. سيد شريف محمد، هناك أيضا مؤتمر تأسيسي لتقدم من المقرر أن يعقد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا. بداية يعني هذا يعني كل هذه التحركات التي تقوم بها تنسيقية تقدم هي وجهت بالعديد من الانتقادات من قبل السودانيين نفسهم الذين يقولون بأنه كيف يتم اختيار عاصمة لبحث حلول سياسية للبلاد، وهذه العاصمة هي التي تدعم طرف ما في النزاع، وأيضا هنا تثير مشاكل فيما يخص النازحين السودانيين إلى إثيوبيا. أولا الحديث عن أن السودانيين هم من يصدر هذا الموقف، هذا أيضا هذا الوصف غير دقيق. اسمح لي أن أعترض على هذا الوصف، هذا الوصف غير صحيح. هناك بعض من المجموعات التي تدعم هذه الحرب والتي حررت على هذه الحرب والتي تم تعمل لا ليست مجموعات سيد شريف، هنا نتحدث عن مجموعة من السودانيين الذين نزحوا بعد هذه الحرب إلى شمال إثيوبيا وتعرضوا للعديد من الممارسات من قبل أديس أبابا. تفضل. عشان النقاش يكون واضح، عندما تقولي مجموعة من السودانيين تختلف في اللغة عندما تقولي السودانيين هذا جمع، عندما تقولي مجموعة نعم هناك مجموعة عملت
على التحريض على استمرار هذه الحرب وعملت على بس خطاباتها خطابات الكراهية. هذه المجموعة هي على موقف مناهض من القوى المدنية، تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية عبر هذا الاجتماع الذي تعمل الآن على تنظيمه، والذي يحتشد فيه حوالي 700 سوداني وسودانية من الشباب والنساء والإدارة الأهلية ورجالات الدين والمثقفين والقوى السياسية ولجان المقاومة والمجتمع المدني والمهنيين. كل هذه المجموعات تمثل لوحة تعبر عن تنوع السودان، عن أقاليم السودان المختلفة في الوقت الذي يتمزق فيه السودان نتائج لخطابات الكراهية والسموم التي تبثها المجموعات الداعمة لهذه الحرب والتي تبثها عبر خطابات الكراهية، الخطابات التي قسمت المجتمع السوداني. عندما يتحدث ضيفك السابق يتحدث عن أن الشعب السوداني الآن يتمزق، هناك من يدعون إلى دولة البحر والنهر، هناك من يدعون إلى انفصال إقليم دارفور، هناك هذه الخطابات المجموعات التي تصف هذه المجموعة من عرب الشتات وهذه المجموعة غير سودانيين وهؤلاء قادمون من النيجر، هذه الخطابات خطابات الكراهية التي حتما إذا في حال استمرار هذه الحرب ستمزق هذا السودان. هذا الاجتماع بهذا التنوع الواسع الذي يجمع مختلف السودانيين من كل ولايات وأقاليم السودان بفئاتهم المختلفة هو يمثل أحد عناصر تماسك السودان من التمزق ومن الانهيار عبر اجتماع السودانيين واتخاذهم موقف واضح وصريح مناهض. على كل سيد شريف، نعم سيد شريف أحمد، نحن سيد شريف محمد عفوا، نحن نتحدث هنا عن فئة قرابة أكثر من 6000 من اللاجئين من مناطق جنوب شرق السودان لمناطق شمال إثيوبيا يتعرضون إلى أسوأ كارثة إنسانية بمساهمة أديس أبابا. على كل سنفتح النقاش بعد قليل مع ضيفنا، لديه الكثير من المعلومات في هذا الخصوص، ولكن أعود هنا إلى ضيفي من القاهرة سيد أحمد الدفينة. كنت سألت عن طبيعة الاتفاقيات بين مجلس السيادة وبين روسيا، وهل باتت روسيا الآن أقرب لأن تمتلك قاعدة عسكرية في البحر الأحمر تمكنها منها السودان، وما الهدف من هذه الخطوة؟ يعني قبل كان هناك تعاون و مع الجانب الإيراني فيما يخص المسيرات، وهذه المرة مع روسيا. سريعا لو سمحت لي. طيب، أولا السودان منفتح تماما على جميع الدول، الإقليم والمجتمع الدولي بالنسبة إلى إذا كان للبحر الأحمر أو أي منطقة في داخل يعني في 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 لل أو أي حوار حول أي اتفاقيات للدفاع المشترك أو اتفاقيات يعني تجارية أو خلافه أو اقتصادية. هذا أولا، يعني تمت نقاشات مع دولة روسيا. بالنسبة لإيران، كانت إيران يعني هي سوق معروف أنها يعني يمكن لأي دولة أن تشتري سلاح من أي دولة أخرى، وتمت هذه الصفقات بناء على سوق السلاح المعروف دوليا. بالنسبة لروسيا الآن هنالك نقاشات تمت، وهنالك نقاشات الآن أيضا موجودة على طاولة النقاش. سيسافر وفد عسكري مبدئي إلى طيب إلى أشكرك إلى روسيا إلى موسكو، ومن ثم سيسافر وفد مدني. نعم، من القاهرة كنت معنا أحمد أدفينة رئيس قوى الوفاق الوطني السوداني، من أديس أبابا شريف محمد عثمان عضو المكتب التنفيذي لقوى الحرية والتغيير المجلس المركزي وعضو تنسيقية التقدم، شكرا جزيلا لكما. إلى جانب آخر مأساوي في أزمة السودان، وهو أزمة النازحين. الآلاف من النازحين السودانيين فروا من مناطق الحرب في السودان إلى إثيوبيا، وتحديدا إقليم أمهرة الذي يشهد هو الآخر حربا أهلية على غرار حرب التيغراي، حيث يحاذي إقليم أمهرة غابات الدندر السودانية من الشمال وإقليم بني شنغول من الغرب الذي يقع فيه سد النهضة، والذي يواجه تهديدات أمنية مرتبطة بعدم رضا القوميات التي تعيش بالقرب من السد عن آثاره البيئية والأمنية. أنا
اللاجئين في إقليم أمهر بيعانوا من سوء الأوضاع هنا. حالياً دي المطر صابوا معنا أطفال ومعنا نساوين أمل، فنحن دارين من أي جهة رسمية تقدر تتدخل عشان تقدر تنقذنا من الموقف الإنساني ده. أمنا في حاجات يقول لها يا أخي منظمة، في حاجة يقول لها إنسانية، إنسانية يا جمالنا، إنسانية ما في؟ ها؟ يقول لها 200 يا جمالنا، عملنا يوم واحد، واحد هنا يقول لنا نمره، يا أخي جينا، قلنا يا أخي بائس، وسوق الليل سنة كامل، سنة كامل ما لقينا ولا حاجة. مرقنا جينا هنا كنا في الغابة، جينا من الغابة ليه وليلة، 14 يوم ما عمل لا حد بيشرب منه. هذا نحن السودانيين اللاجئون في الغابة، ومعنا الأسر، الأسر بكمية هائلة. السنة الماضية دخلنا في هذا الدولة ما لقينا أي أمني، السنة المدى كاملين أطفال السيول بكمية عالية، وعشان ممكن نفقد أرواح كثيرة لأن نحن في الغابة، والغابة عبارة وللحديث أكثر ينضم إلينا من القاهرة الكاتب الصحفي السوداني محمد شمس الدين. أهلا وسهلا بك سيد محمد معنا في 19. لو تعطينا إحاطة عن الأوضاع الفعلية التي يعيشها النازحون شمال إثيوبيا وما الذي يتعرضون إليه بالتحديد؟ كانوا بكل أسف شديد نتابع المسار السياسي الذي يعني اختار له أو اختارت له بعض القوى السياسية أديس أبابا عاصمة بديلة لإدارة شؤونها، وكأن شيئا لا يحدث في هذه الدولة الجارة. ما يحدث بالنسبة للاجئين هو أنهم يعيشون الآن في العراء لأيام طويلة، يتنقلون من موقع إلى آخر نتيجة للأوضاع الأمنية السيئة في إقليم أمهرة في شمال إثيوبيا. هذا الإقليم الذي يعني يواجه في هذه الأيام مواجهات شرسة مع القوات النظامية التابعة لأبي أحمد وبعض القوات المتحالفة معه من القومية التي ينتمي لها وهي قومية الأرومو. قوات الأرومو والجيش الأثيوبي تواجه قوات فانو وهي قوات تنتسب إلى هذا الإقليم، وبسبب هذه المواجهات وهذه الاشتباكات هناك ادعاءات الآن واتهامات للحكومة الأثيوبية بأنها ترتكب أعمال إبادة جماعية لهذه العرقية في إثيوبيا، كما ارتكبت أعمال إبادة جماعية لعرقية التيغراي في شمال البلاد أيضا. بسبب هذا الحال فإن اللاجئين السودانيين الذين اختاروا الفرار بأنفسهم إلى مناطق آمنة كانوا يظنون أنها آمنة وهي منطقة غابات أولالا في شمال إقليم. في هذه النقطة لو سمحت لي سيد محمد، هم الآن يعيشون بين فكي كماشة. طيب سيد محمد، هم خرجوا من المخيمات نحو هذه الغابات، ما الذي دفعهم للخروج من المخيمات؟ ما بطبيعة الحال في الغابات ليس هناك أوضاع أمنية مستقرة. نعم، الأوضاع الإنسانية الصعبة أيضا في داخل السودان هي التي دفعتهم إلى اختيار النزوح والذهاب إلى مدن مجاورة في هذه الأقاليم المحاذية للمناطق الشرقية أو الجنوبية الشرقية للسودان. هناك مدن مثل بحر دار في إقليم أمهرة كانت يعني تعيش حالة من الاستقرار لبعض الوقت، لكن الظروف يعني الأمنية غير صالحة، هناك مواجهات طاحنة لا تظهر في الإعلام بالمناسبة. بكل أسف شديد، وهذه رسالة توجه إلى من اختاروا الذهاب والبحث عن الديمقراطية والبحث وتمثيل السودانيين في أديس أبابا، والادعاء بأن هذه الدولة هي ترعى نوعا من أنواع المباحثات أو على مسافة واحدة من الجميع. كل ما يتم الحديث فيه في هذا الإطار فهو غير صحيح. بكل أسف شديد كل المسار السياسي الذي يحاول أو تحاول المجموعة التي اختارت أن تتوجه إلى أديس أبابا لأن ترسل رسالة إلى السبع الدولي بأنها تحاول أن تصيغ المشهد من جديد من هناك هي محاولات ستبوء بالفشل الشديد والذريع، لأنها معروفة المسار ومعروفة إلى من تقف. وبكل أسف شديد الجميع يعرف طيب أن ولكن سيد محمد يعني إلى جانب الدعم السريع. طيب ماذا عن المنظمات الأممية بالنسبة للحكومة الإثيوبية؟ ماذا عن الجهات المسؤولة؟ المانحين، الصليب الأحمر، يعني هم أكيد يمتلكون معلومات عن وضع النازحين، كيف لا ترصد حقائق مماثلة؟
أنا أؤكد لك بأنهم باتوا يمتلكون معلومات، لأننا وعلى مدار الأيام الماضية ومع مجموعة كبيرة من النشطاء أو الصحفيين نقوم بلفت الأنظار على وسائل التواصل الاجتماعي، نقوم بإرسال الرسائل المباشرة والاتصالات المباشرة إلى ممثلي ومندوبي هذه المنظمات سواء في السودان أو في إثيوبيا أيضا، ولكنهم يصمون الأذان، لا يتحركون، لا يصدرون أي بيانات، فقط يتفاعلون مع البيانات أشكرك. التي يعني تصدرها أو يصدرها أصدقائهم المتواجدون في أديس أبابا من المنتمين أو المحسوبين على تنسيقية التقدم. هذا أمر مؤسف جدا، وصوت لهم يوجه إلى هذه المنظمات، لا سيما منظمة اللاجئين التي لا بد أن تلتفت إلى هذه الأوضاع المأساوية. هناك الآلاف الذين دخلوا في حالة إضراب عن الطعام حتى يحافظوا على ما تبقى من الطعام لأطفالهم بالمناسبة. هناك كارثة إنسانية لا بد أن تلفت لها الأنظار بقوة، وإلا فسنواجه كارثة إنسانية مؤلمة. شكرا جزيلا لك، كنت معنا من القاهرة الكاتب الصحفي السوداني محمد شمس الدين. مشاهدينا، نحو الشرق تتجه تونس لعلها تجد ما كانت تبحث عنه لدى الغرب. هذا التحول حتى الآن ما زال مجرد احتمال نظري بعيد المنال، لكنه افتراض قائم عززته تقارير إعلامية غربية كشفت مؤخرا عن هبوط طائرات حربية روسية في مطار جربة بتونس، واستشف مراقبون أن ذلك يشي بمتاعب قادمة لتونس، خصوصا أنه يطرح فرضية تموضع فاغنر في ظل حساسية الوضع في المنطقة. ورأوا أن تونس ليست بمعزل عن الانتشار الروسي الجديد في الساحل وإفريقيا، حتى لو كان البعد العسكري الفعلي لا يزال غائبا. لكن من وجهة نظر أخرى، وبما أن لروسيا مناطق نفوذ في إفريقيا أهم بالنسبة إليها، فحضورها بات غير ضروري في تونس. سياسيا لتونس خط ثابت، ولا يبدو أنها ستغير حلفائها، غير أن مصالحها الاقتصادية قد تؤثر على خياراتها، هل هي مع هذا البلد أو ذاك؟ بلغة الأرقام، تزايدت واردات تونس من الحبوب الروسية في 2023 بزيادة 435% عن 2022، لتصل إلى قيمة إجمالية حوالي 353 مليون دولار. كما ضاعفت تونس أيضا وارداتها للعام 2023 من الفحم الحجري والنقاط والنفط ومشتقاته من روسيا 3 مرات مقارنة بعام 2022، وهذا ما فسر على أنه محاولة من قيس سعيد للي ذراع الغرب لعدم رصد أموال من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي من خلال التلويح بالتوجه شرقا. إلى جانب مشاركة سعيد بمراسم جنازة الرئيس الإيراني ولقائه بالمرشد، كلها إشارات تحمل رسائل مشفرة إلى الغرب الذي عزل تونس اقتصاديا وسياسيا، بيد أن هذه الخطوات يراها مراقبون مناورات سياسية غير محسوبة من قيس سعيد، وأن هذا خيار اقتصادي وسياسي ودبلوماسي خاطئ. وعلى مدار أيام تداولت وسائل إعلام أوروبية وغربية بشكل واسع تقارير تتحدث عن هبوط طائرات حربية روسية في تونس، نجم عنها قلق أمريكي إيطالي ورد تونسي روسي. أول تفاعل كان من روما، إذ لم تخفي الخارجية الإيطالية قلقها، موضحة أن الحكومة الإيطالية قد تناقش هذا الأمر مع السلطات التونسية. نبرة القلق كانت واضحة كذلك في كلام المتحدث باسم الخارجية الأمريكية عن أنشطة مجموعة فاغنر في القارة الإفريقية بما فيها تونس. الرد الروسي
لم يدم طويلا، إذ نفت موسكو عبر سفارتها في ليبيا وجود أي طائرات حربية تابعة لقوات فاغنر داخل جزيرة جربة التونسية المجاورة لليبيا. في الاتجاه ذاته سارت تونس وردت عبر سفارتها في فرنسا بلهجة حادة على تلك التقارير، مؤكدة أن تونس ذات سيادة وستتمكن بمفردها من السيطرة على كامل أراضيها وحمايتها. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا من تونس المحلل السياسي والخبير الأمني خليفة الشيباني. أهلا وسهلا بك سيد خليفة معنا في 19. لنسأل، ما طبيعة التواجد الروسي في تونس وهذا الحديث عن الطائرات؟ هل هي كانت طائرات مدنية أم عسكرية؟ ماذا بالضبط؟ مساء الخير لك ولكافة مشاهدي قناة الحدث الغراء. هو الساعة هذه ما أوردته القناة التلفزية RCI الفرنسية ينطبق عليها الكلام: إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا عسى أن تصيبوا قوما بجهالة. يعني هذا هو في الأكيد، لا توجد لا قوات روسية في جزيرة جربة ولم تكون ولن تكون، هذا محض افتراء. عندما نعرف زادة الخلفية لقناة RCI دائما يجب أن نبحث عن طبيعة هذه الوسيلة الإعلامية لأنها ليست بريئة. ساعة قناة RCI هذه هي تابعة باقة TF1، معروفة بأنها قناة يمينية، معروفة بعدائها لروسيا وبعدائها لتونس. معناه هي دائما حتى في الحرب الأوكرانية ما فتئت تروج الأخبار الكاذبة، منها مرض بوتين، منها أن الجيش الروسي معناها طيرة عامين أو ثلاثة هي تتحدث على أن الجيش الروسي سينهار، بالتالي لا توجد لا فاغنر في جربة ولن تكون آخر قاعدة عسكرية تم طردها من تونس. طيب يوم سيد خليفة يعني 1963 وتونس نعم سيد خليفة، هي التقارير لم تشير إليها فقط هذه القناة الفرنسية وإنما أيضا تقارير إيطالية، وكان هناك حديث شبه رسمي حتى من قبل الأمريكيين والأوروبيين، وبالتالي ما خلفية ودوافع هذه التقارير أن تثار تقارير مماثلة إن لم تكن فعليا هناك إشارات عن تواجد الروسي في تونس؟ لا، ما أؤكده لك ويعرفه التونسيون جميعا، حتى بالمنطق الجغرافي لا يمكن عسكريا أن تكون هناك قاعدة في جزيرة جربة في فضاء مفتوح في جزيرة سياحية 27 كيلومتر طول و27 كيلومتر عرض يرتادها السواح وهي في منطقة مفتوحة. في تونس لا توجد أي قاعدة، هذه كل مرة تونس يسعون إلى ابتزازها. فاعتقادي أن فرنسا وبعض الدول الغربية بعد أن فشلت عسكريا في أفريقيا وتراجعاتها معناها في دول الساحل والصحراء أصبحت معناها تكيل التهم جزافا. اليوم في تونس هناك توجه جديد بعد 25 جويلية قطع مع التعامل بلغة المستعمر ولغة الاستعلاء، هذه السيادة الوطنية. في اعتقادي أن الغرب وفي مقدمته فرنسا معناها أمريكا هي لم تشر إلى هذا الموضوع وهو موضوع كاذب، فندته السفارة التونسية في باريس وأكدته سفارة روسيا في ليبيا. باعتقادي فرنسا يوم أن فشلت عسكريا اليوم في اعتقادي زاد فشل إعلامي، لأنه حتى عندما تتحدث على مسرحية سيئة الإخراج بهذا الشكل طيب تونس لم تكن فيها اليوم. بعد كل هذه حتى في أحلك حالتها نعم. تونس حتى تونس حتى في أحلك حالتها الأمنية، نحن عام 82 كانت هناك مؤامرة من العقيد معمر القذافي وطلبت بعض الدول الغربية أن تتدخل عسكريا والزعيم الحبيب بورقيبة رفض ذلك طيب. حتى أفريكوم حاولت في التسعينات وفي الألفيات أن تقيم قاعدة، لا توجد أي قاعدة عسكرية ولا توجد فاغنر في روسيا طيب. سيد خليفة حضرتك أشرت إلى نقطة مهمة في غرب ليبيا. أشرت إلى نقطة مهمة، قلت بأنه بعد عقود من السنوات قررت تونس الآن أن تغير نهجها تجاه الدول الغربية وتحديدا فرنسا، هل هذا تغيير النهج يتم تعويضه بعلاقات أخرى تتجه أكثر نحو الشرق؟ رأينا هذا التواجد، تواجد قيس سعيد في إيران ولقائه بالمرشد الأعلى علي خامنئي. لا، هو المتتبع في سياسة الرئيس قيس سعيد، نحن لسنا في سياسة المحاور، السياسة قائمة في تونس على مصلحة تونس ومبدأ الشراكة ومبدأ السيادة. فرنسا في اعتقادي تصاب هي والدول الأوروبية بنوع من البركينسون السياسي، بمعنى الخرف في السياسة. أوروبا بقيت في الخمسينات والستينات
تحاول أن تغير الاستعمار العسكري أو الاحتلال أو الاستيطان الذي كان موجود في مستعمراتها القديمة بالإملاءات اليوم، طورا بالكذب الإعلامي مثل ما في هذه في الحالة، طورا بالابتزاز في موضوع الحقوق والحريات وحقوق الإنسان، طورا بالابتزاز حتى في علاقة بالوضع الاقتصادي في تونس. هناك توجه جديد في تونس، أعتقد أن أوروبا معناها وتحديدا فرنسا أعداءها اللدودين هو أنك تتجه غربا إلى الجزائر الشقيقة أو تتجه إلى الصين أو تتجه إلى روسيا أو تتجه إلى إيران. اليوم السياسة قائمة على تبادل المنافع، نحن لسنا في أي محور، سيادة تونس هي المقدمة على كل شيء. قد تكون ربما رسالة أيضا من الجانب التونسي سيد خليفة للضغوطات التي تعرض إليها اقتصاديا وماليا، وعدم ربما هذا الدعم أو المشاركة من قبل البلدان الأوروبية. لو سمحت لي بعجالة. لا، هم يريدون دائما نظرة الاستعلاء ونظرة الإملاءات. اليوم العالم تغير، اليوم العالم تغير، هناك توجه، هناك تعاون صيني تونسي، هناك تعاون تونسي روسي. هم يريدون تلك النظرة النمطية القديمة، هم يريدون أن تسبح في فلكهم وأن تسبح بحمدهم وأن تستشيرهم وأن تطبق حقوق الإنسان بمفاهيمهم. وحقوق الإنسان والحريات كلنا رأيناها سقطت ورقة التوت حتى في الإعلام بعد ما حصل في غزة. بالتالي اليوم فرنسا تحاول أن تعيد خطاب قد مجه الجميع، وتونس انطلقت في 25 جويلية. نحن نتعامل مع الدول في إطار السيادة الوطنية، في إطار الشراكة، في إطار الندية، ونتجه إلى أين كان ولا نستشير أحدا. وهذه كذبة كبرى آخرها معناها التواجد الروسي في جزيرة جربة، وهي كذبة ممجوجة معناها. نعم. ولكن أشكرك. معناها تدعو حتى إلى الضحك. بالتالي اليوم هذه الأجندات الإعلامية بعد الفشل العسكري والفشل الاقتصادي، شكرا جزيلا لك، تونس في توجهاتها وهي لا تنتظر ترخيص معنا أحد. من تونس المحلل السياسي والخبير الأمني خليفة الشيباني، شكرا لك. إلى اللقاء مشاهدينا.